السلام عليكم أحبائي المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم غلاصاج غوج، غلاصاج أحمر، ونتمنى نال الإعجاب ديالكم وما تنساوش الاشتراك ودعم القناة. اليوم غادي نحتاجو لهنايا الكليكوز 225 غرام، وغادي نحتاجو القشطة الطارية 150 غرام، و 225 غرام ديال السكر الخشن، ونحتاجو الماء 112 غرام، يعني كأس ديال العلبة. وغادي نحتاجو تا هو كذلك عاوتاني الشوكولا الأبيض، وغادي نحتاجو 8 ديال الجيلاتين، ما يعادل 20 غرام، قول 8 5 ديال الجيلاتين الورقات 20 غرام. وهنا الشكلاط الأبيض، نبداو على بركة الله، ونضيفو السكر الخشن على الكليكوز والماء، ونديرو في النار درجة الحرارة 103 بالنسبة للناس اللي عندهم تيرموميتر، والناس اللي ما عندهمش تيرموميتر نوريهم كيفاش الطريقة بدون تيرموميتر، بدون والو، تيجي رائع وسهل التحضير. هانتوما طريقة راه سهلة، نخليو حتى ينسجم مزيان في النار، ونتمنى للناس باش يدعموا القناة، والناس اللي تشوفوا هذه الحلقة هذه والناس الجداد ما ينساوش الاشتراك ودعم القناة واللايك. هانتوما يطيب على هذا الشكل، هذا هو يكون لون غادي الذهبي شي شوية ما بين بيض، ها هو الشكل. الطريقة راه سهلة، بالنسبة لي ما عارفش يشوفوا غير يجربوا غير في الماء، تيبان لكم تيهبط في القاع ديال الكاس، ما عارفش يبان لكم ولا لا، تيولي ثقيل شي شويه، تما تعرفوا بركة عليه من الطياب. دابا غادي نضيفوا القشطة الطارية مع الشوكولا 150 غرام، ونضيفو عليه السكر اللي طيبنا اللي وجدنا. الطريقة راه سهلة، نبقاو نحركو بشوية حتى ينسجم مزيان، ومن بعد غادي نضيفو ليه الجيلاتين ديالو 5 الورقات ما يعادل 20. راه درت الجيلاتين ولكن ما بانش، كنت تنعتذر حيت مسحات لي ديك اللقطه ديال باش وضعت الجيلاتين. المهم راه باين، من بعد غنحكو من بعد ما نسجم غنديرو الملون ديالنا. ممكن ديروا اي ملون لهاد الكلاصاج ميغوار، اي ملون، يا ازرق يا المهم اللي بغيتو، اللي حبيتو يا صفر، يا اي لون. ومن بعد تتميكسيو في الميكسور ولا في الطحال مولينيكس اللي عندكم في الدار، المهم اي حاجه متوفر عندكم. طحنو وتبيتوه حتى لغدا في الثلاجه، عاد تعاودو تذوبوه بشويه بماري حمام مريم وتخدمو به. الطريقه راه سهله، ونتمنى تدعمو القناه، وكاين تفاعل شويه ضعيف، والله يصاوبو صافي وسهل الجميع ان شاء الله. نتمنى يكون واحد الدعم ديال القناه، وتبارطاجيهم في فيسبوك وفي واتساب، الناس اللي تعرفوا، المهم مواقع التواصل الاجتماعي. هانتوما كي تيجي كيجي رائع، وتخليوه حتى لغدا وعاد تخدموا به. الطريقه راه زوينه وسهله،